الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو للمسلمين، للعالمين. فهو الرحمة عليه الصلاة والسلام مهدى. النبي عليه الصلاة والسلام يتميز في حياته بالسهولة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله أكبر. شوفوا شلون الناس شلون أحبت النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب السهولة في التعامل. سهل عليه الصلاة والسلام، لا هو يعني غليظ وشديد وغضوب. السهولة، التبسم عليه الصلاة والسلام، التواضع. فهذه من الأمور المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجه المسلمين أن يقتدوا به. هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، السهولة. ننظر في هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا، أو رحم الله رجلا سمحا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا وكذلك امرأة، يعني هذا ما يختص فقط بالرجال، كذلك المرأة إذا كانت سمحة في التعامل عند الشراء وعند البيع وعند إذا قضى وإذا اقتضى. السهولة والسماحة واليسر والرحمة. فيدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. شلون؟ إذا كنت سهلا وسمحا. متى؟ إذا باع وإذا اشترى. فأخواني أخواتي، نريد أن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام السهولة والسماحة في البيع والشراء. طيب بكم هذا الأمر؟ والله هذا بخمسة. بخمسة ممكن يصير أقل من ذلك، بأربعة ممكن، والله هذا آخر شيء. طيب أعطني تفضل هذا المبلغ وهذه البضاعة والحمد لله. تكون داخلا، إذا طبقت هذا الأمر تكون داخلا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لك بالرحمة. لكن أنا أدخل المحل بكم هذا؟ بخمسة. لا، تعطيني إياه بدينارين، وإذا ما أعطيتني إياه بدينارين راح أشتكي عليك، وأنت كذا وكذا، وقد يصل إلى السب وإلى التخوين وإلى لا لا، ما يجوز هذا الأمر. لابد أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اشترى. لما تدخل المحل تريد أن تشتري شيئا، أن تكون سمحا، يعني ممكن أن تفاوضه المبلغ، يجوز مو حرام، لكن لا تشدد، لا تسب، ولا لا يعني لا تكن يعني لحوحا. يقول له مثلا ممكن مرة مرتين وخلاص، إذا قبل قبل، ما قبل اذهب إلى يعني محل آخر أو اشترها بهذا المبلغ. وكذلك إذا كنت أنت بائعا كن سهلا. يمكن بعض الناس إذا باع يدخل عليه مشتري، طيب يقول له اشتر هذا الشيء بهذا المبلغ، أنا سعري زين، وترى لا تصدق الثانيين، وأنت لازم تشتري مني، وأنت بخيل، وأنت كذا. لا، ما يجوز لك هذا الأمر أنك تخون وتبخل الناس. طيب كن سهلا، اعرض بضاعتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، واترك المشتري إن أراد أن يشتري فهو يعني بمشيئته، ولا يعني تضغط عليه. فلا بد أن يكون في تراحم ويكون في سهولة من الطرفين. هذا الأمر مهم جدا. أما الناس التي يعني تدخل في المحلات وتخون ويعني تحلف كذبا، هذا الأمر ما يجوز، وهذا خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإذا اقتضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد أو في غرفته، فسمع صراخ أو أصوات الناس، ولا كعب مالك وابن أبي حدرد، أعطني فلوسي، أنطر علي شوية وكذا. ارتفعت أصواتهما. ليش؟ لأن هذا يطالب هذا فلوس وما رد الفلوس، قد يكون ما عنده، قد يقول له أصبر شوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع لهم فأشار عليه أن الشطر، يعني ضع الشطر. فقبل أن ما يخالف، أنا راح أقبل الشطر. وقال الثاني: يلا اذهب فقضه، اذهب فقضه وأعطه. فشوفوا شلون النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسماحة والسهولة
في كذلك الاقتضاء أن الواحد لما يأخذ حقه من الناس. إذن كن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بالرحمة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى. ألا تريد أن تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، الكل يريد أن يكون مشمولا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوته مستجابة من الله سبحانه وتعالى. فكن سهلا في بيعك، سهلا في شرائك، سهلا في الاقتضاء. أنت تبي تأخذ حقك من شخص، أنت سلفت واحد مبلغ تبي تأخذ منه، كن سهلا. شلون يعني كن سهلا؟ ما تشدد عليه، والله حان وقت الدين لازم تسدد لي الحين، وإذا ما سددت راح أروح أشتكي عليك. طيب، قد يمر هذا الإنسان في ضائقة فتمهله، قل له خلاص أمهلك في الشهر القادم، أو عطني نصف المبلغ الآن ونصف في الشهر القادم. طيب، أو أسقط عن بعض الدين. يعني كن سهلا. في رجل كان يداين الناس، طيب، وكان يبعث عماله، شوفوا اللي يقدر يسدد أخذوا منه، اللي ما يقدر أجله أو أسقط عنه القرض. فلما مات قبض الله سبحانه وتعالى روحه، شافوا شنو الأعمال عندك؟ ما عندك شيء، ما عنده شيء، يعني قضية صيام وصلاة ما عنده هالأشياء هذه، لكن عنده الخصلة هذه والميزة، أنه كان لما يداي الناس كان يتجاوز عن المعسر ويعني يخفف عنهم. فماذا قال الله سبحانه وتعالى لملائكته؟ نحن أحق بالتجاوز عنه. هذا الإنسان يتجاوز عن الناس، نحن يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوز عنه، فسامحه الله وعفى عنه وغفر له. بسبب ماذا؟ بسبب سهولته في التعامل مع الناس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟ ألا تحبون أن يرحمكم الله؟ ألا تحبون أن يتجاوز عنكم رب العالمين؟ نحب يا ربنا، نحب أن يتجاوز عنا، نحب أن يعفو عنا، نحب أن يشملنا برحمته سبحانه وتعالى. إذا ماذا نفعل؟ نكون نتميز بهذه السماحة في البيع والشراء. وكذلك إذا اقتضى الإنسان، هكذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، السهولة في التعامل، تذكر الدار الآخرة وعدم الحرص على الدنيا. إذا نظر الإنسان نظر دنيوي فسيبتعد كل البعد عن السماحة، لكن إذا وضع نصب عينيه الدار الآخرة والجنة فستكون حياته كلها ماذا؟ سماحة وسهولة وتواضع وعفو للناس حتى يعفو الله عنه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وعن آبائنا وأمهاتنا. جزاكم الله خيرا، والسلام.